بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك لو حابب تعمل برفيوم أو أي نوع من أنواع العطور في بيتك، فلابد أن يعني تعلم أو تعرف التركيز المطلوب وحجم العبوة اللي حضرتك هتشتغل عليها. العطر اللي هيكون يطلع معانا النهارده هنسميه كولونيا، لان تركيزه هيكون 5%. نوع العطر اللي هنشتغل عليه النهارده 5%، يعني تركيز العطر فيه او زيت العطر فيه هيكون 5%. هنشتغل على عبوات 100 مللي، عبوات 50 مللي، عبوات 30 مللي، عبوات 20، وعبوات 15، ودي هنتكلم فيها في الاخر ونقول مش يعني ممكن نعملها او ما نعملهاش ليه. العبوه ما يكون عندي 100 مللي، 100 مللي عبوة عندي حجمها 100 مللي، عايز اعمل عطر او فيها بكون تركيزه 5%، واحنا قلنا نوع العطر اللي هيطلع عندي في الحاجات دي في تركيز 5% هيكون كولونيا، هيكون كولونيا ما هيكونش برفيوم، يعني هيكون كولونيا. طيب لو 5% يبقى هضيف 5، هجيب 5 مللي من الزيت العطري هضيفهم في الإزازة، 5 مللي من الزيت العطري هضيفه في الإزازة وأكمل عليها 95 مللي من كحول الإسعاف. أضيف عليها 95 مللي من كحول الإسعاف. لو أنا جمعت 5 مللي من الزيت العطري زائد 95 مللي من كحول الإسعاف هطلع لي عندي حجم العبوة 100 مللي تركيز 5%، مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا ضفنا على الكحول او محصول من ضمن كميه الكحول اللي هو الماء المقطر والمسبب. طيب حضراتكم يعني عملنا العبوه اللي هي 100 مللي، احنا عايزين نعمل العبوه 50. طب العبوه 50 معروفه نص الكميه، بعتقد نص الكميات على طول. طيب يكون عندي عبوه 50 مللي، هضيف لها كام زيت عطري؟ هاخد 2.5 مللي من الزيت العطري، حط في الإزازة دي أو العبوة دي 2.5 مللي من الزيت العطري، هكملهم بكام من كحول الإسايل؟ هكملهم ب 47 مللي و 47.5 مللي من كحول الإسايل، 47.5 مللي من كحول الإسايل، مع الأخذ في الاعتبار إن برضو كحول الإسايل اللي عندي داخل ضمن كميته اللي هو الماء المقطر والمسبب. لو جمعت 2.5 الزيت العطري زائد 47.5 كحول الإسايل هيطلع عندي حجم العبوة اللي عندي اللي هي 50 مللي. نوع العطر اللي عندي هيكون كولوني، هيكون تركيزه كام؟ 5%. طيب أنا لو عندي عبوة حجمها 30 مللي، لو عندي عبوة حجمها 30 مللي، طيب هحط فيها أو هحط كمية الزيت العطري هضيفه فيه لها كام؟ على اساس اخد تركيز العطر اللي هيطلع عندي في النهايه 5%، هضيف كام؟ هضيف 1.5 مللي، 1.5 مللي من الزيت العطري، 1.5 مللي من الزيت العطري، 1.5 مللي من الزيت العطري هضيفه في الازازه اللي هي 30، هتبقى فيها كام فارغ؟ 28.5 مللي، 28.5 مللي هضيف فيها 28.5 مللي من كحول الاسايل، 28.5 مللي من كحول الاسايل، ايضا مع الاخذ في الاعتبار ان احنا ضفنا او حسبنا الماء المقطر والمثبت ضمن حساب كميه الكحول المضافه، هيطلع لي ازازه حجمها 30% 30 مللي تركيزها 5%، تركيزها كام يا جماعه؟ 5%. واحنا قلنا ال 5% عموما دي كولونيات، يعني كولونيا دي كولونيا ما هياش بتخش في الايديت واليت ولا الايدو بيرفيوم او البيرفيوم عموما، يعني ما هياش بيرفيوم او ايدو بيرفيوم او ايديت واليت، دي بنشتغل في كولونيات كولونيا. طيب لو انا عندي ازازه حجمها 20 مللي، لو انا عندي ازازه حجمها 20 مللي، الازازه 20 مللي بتركيز عايز اعمله تركيز 5%، هاخد 1 مللي من الزيت العطري، 1 مللي فقط من الزيت العطري على اساس يطلع لي التركيز
5%. طب الواحد الملي حطيته هنا في العبوه اللي هي ال 20 ملي، هكمله بكام من كحول السائل؟ هكمله ب 19 ملي كحول السائل، هكمله ب 19 ملي كحول السائل. وايضا قلنا مع الاخذ في الاعتبار ان انا بكون حاسب كميه الماء المقطر والمسبب ضمن حساب كميه كحول السائل المضافه. بيطلع عندي ازازه حجمها 20 ملي تركيز 5%، هجمع هضيفت 1 ملي زيت عطري زائد 19 ملي من الكحول معاهم المثبت ومعاهم الماء المقطر، بيطلع عندي الكمية في النهاية عبارة عن 20%. طيب الكمية اللي في الآخر دي أو العبوة اللي عندي دي 15 ملي، 15 ملي العبوة يعني حجم الإزازة اللي عندي دي بتاخد 15 ملي. لو أنا حسبتها بالورقة أو بالقلم أو بالمعادلة هتقول عندك 15، الإزازة حجمها 15 وانا عندي التركيز 5%، هتاخد كم ملي من الزيت العطري؟ احنا قلنا بنستبدل ملي بدل من الجرام، هيطلع حوالي 75% ملي من الجرام، يعني حوالي جرام الا ربع. يعني طبعا ده هيبقى صعبه في القياس يعني، فعلى اساس حضراتكم احنا قلنا ايه؟ يعني مش هنشتري نقول الكميه دي على اساس كل الناس بعض، عايز تكملهم للجرام يبقى نفس الايه؟ تركيزها نفس الايه؟ العبوه اللي هي ال 20. عادي هتضيف جرام الا ربع من او 75% ملي من الزيت العطري، وهتكمل عليهم ب 14 وربع ملي من الكحول الاسايل، داخل فيه ايضا نسبه كل من الماء المقطر والمثبت على اساس يديلك التركيبات. وقلنا يا جماعه الحاجات دي احنا بنشتغل في زيوت عطريه تركيب، احنا بنسميها فراجرانس اويل، يعني الشركات بتصنع زيوت عطريه تشابه هذه الزيوت العطريه تشابه الماركات العالميه المشهوره، بتضاهيها في الرائحه وفي انما في الثمن بتكون دي رخيصه جدا، رخيصه جدا عندنا في مصر زي ما اتفقنا، بتبدا 3 4 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه واكتر على حسب نوع الشركه المصنعه او خلافه. انما العطور يا جماعه اللي هي الماركات العالميه الشهيره دي بتصنع من زيوت عطريه اساسيه غاليه جدا في الثمن، زي زيت الورد وزيت الياسمين وزيت اللافندر والخزامه والباتشولي، زيوت غاليه جدا يعني الجرام يعني ممكن يبقى بالاف الدولارات يعني. فعلى اساس كده ان احنا بنقول ان الزيوت اللي هي التركيب دي اللي هي الفرجرانس اويل ما يعني ما هياش يعني هنقول يعني ايه بعيده تمام البعد عن اسينشال اويل او زيوت العطريه الاساسيه. على اساس كده احنا بنقول لحضراتكم دي الشركات بتعملها في المعامل او في عن طريق المصنعه كيميائيا، الرائحه ليها تضاهي رائحه الزيوت العطريه او تضاهي العطور او الماركات العالميه، لان الموضوع ده العطور العالميه والشركات العالميه موضوع تاني بعيد تمام البعد عن اللي حضراتكم عارفينه في تركيب العطور اللي هي المصنعه كيميائيا او بنسميها فراجرانس اويل. ده موضوعي اليوم، حابب اعرفه لحضراتكم والشباب يعرف، ويعني ممكن تعمله في البيت، تعمل اي حاجه انت حضرتك عايزها سهله، هتجيب دي على دي وتحط يطلع التركيز اللي عندك، بس تكون عارف حجم الازازه وعايز تركيز كام وعايز تبقى عارف نوع العطر ده برفيوم ولا ايدو برفيوم ولا ايدي تواليت ولا كولونيا ولا ماء كولونيا، على حسب ما حضرتك عايز بتطلع التركيز على حسب امكانياتك وعلى حسب مقدرتك الشرائيه. ده كان موضوعي، برجاء من حضراتكم الدعم وباللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه ما تنسوش، والاشتراك في القناه والتعليق الجميل، واكون شاكر لحضراتكم. بنتعلم ونعلم بعض، وحضراتكم في السن دوت يعني ما تبخلوش علينا بالحاجات الحلوه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.